طبتم وطابت أوقاتكم أيها الطلاب الأعزاء. حديثنا اليوم عن منهجية تحليل النص الروائي ضمن مادة الأدب. الأهداف التي نرتجي تحقيقها هي التعرف إلى منهجية التحليل وإجراء التقييم الذاتي وتحليل مفردات النص الروائي وكتابة تحليل لهذا النص الروائي أو لجزء منه. دعونا نتوقف عند منهجية التحليل للنص الروائي أعزائي. قبل أن نبدأ بكتابة أي تحليل، لابد أن نقرأ النص المطلوب تحليله قراءة واعية وفاهمة، وأن نرصد ملاحظاتنا حول هذا النص، من الملاحظات الظاهرية كحجم النص، كلون وشكل الغلاف، كالعتبات الأولى مثل العنوان ومثل الإهداء والمقدمات. ثم سنرصد أي ملاحظات لها علاقة باللغة، بعناصر الرواية، بالأحداث الرئيسة والأحداث الفرعية وعناصر الرواية المتعارف عليها من الشخصيات والزمان والمكان، الحبكة، العقدة والحل. وعلينا أيضاً أن نرصد كل ما نلاحظه حول اللغة وأساليب الروائي أو الكاتب، ونحاول استخلاص القضية الإشكالية لهذا النص. بعد هذه الملاحظات الأولى، علينا أن نقوم بفهم هذه الملاحظات وتحليلها لنستخلص أفكار أكثر عمقاً، ونبني من ثم عليها تحليل هذا النص من حيث الخصائص والمزايا، ونستنتج هذه الاستنتاجات بوضوح. وعلينا دوماً أن نهتم برصد بعض الأدلة والشواهد على كل ما نقدمه، لا سيما عند حديثنا عن الأساليب وعن اللغة والتقنيات الروائية. بعدها نستطيع أن نبدأ بكتابة التحليل، وحبذا لو بدأنا بكتابة مسودة بعد هذا الرصد الأولي للملاحظات، كي يكون عملنا أكثر تنظيماً إن أتيح لنا الوقت. دعونا نتوقف أعزائي عند أهم ما يرتكز عليه التحليل للنص الأدبي وتحديداً الرواية. علينا أن نحدد رسالة الكاتب أو قضية هذا العمل الروائي والموقف والدلالة التي يراهن عليها الحدث في الرواية. علينا تحليل الشخوص وباقي القوى الفاعلة في العمل الروائي، وأن نحلل البعد النفسية أو الداخلية للشخصيات، كما علينا أن نحلل البعد الاجتماعي والخارجي لهذه الشخصيات أيضاً. ثم نحلل الفضاء في القصة، ويشمل الزمان والمكان أو ما يدعى بالظروف الزمكانية للعمل الروائي، ونحلل وظيفة هذا الزمان ودلالاته، مفرقين بين الزمان العام للرواية وهو ما يحيط بها بزمن كتابتها الفعلي وعلاقته بالنص، والزمن الخاص وهو الزمن الفعلي الموجود داخل هذه الرواية، وقد يشار له بسنة أو بوقت ما من النهار أو من الليل، وقد تتعدد أزمان الرواية كما تتعدد أماكنها وفق طول هذه الرواية ووفق اختيارات الروائي. كما علينا أعزائي أن نتوقف عند كل ما له علاقة بعناصر الرواية، من الحبكة ومن العقدة ومن الحل عدا ما أسلفنا عليه سابقا. ومن أهم ما نتوقف عليه في تحليل العمل الروائي، اللغة التي أرادها الروائي لهذه الرواية، هل مالت إلى السهولة والسلاسة أم مالت إلى الوعورة؟ هل كانت لغة أدبية تعتريها الجمل الإنشائية كثيرا أم كانت متراوحة بين الإنشاء والخبر؟
متى لجأ الروائي إلى التركيز على الجمل الإنشائية، ومتى كان تركيزه على الجمل الخبرية، ومتى راوح بين هذا وذاك؟ لابد أن هذا بشكل من الأشكال يتصل بأساليب الكاتب واختياراته وتقنياته، فنجد عادة أن لغة الحوار تميل إلى المزج أو الارتكاز على الأساليب الإنشائية، وقد تمزج بين الخبر والإنشاء، بينما يكون الإنشاء الغالب على الحوار، بينما نجد السرد يعتمد كثيرا على الأساليب الخبرية مثلا. وهل تخللت لغة الكاتب بعض العامية أو بعض الكلمات الدخيلة مثلا؟ وما الغرض منها؟ أين كثرت مثل هذه اللغة؟ هل هي في نص الرواية في السرد والوصف مثلا، أم كان يعتمد عليها الحوار؟ وما دلالة هذا إن اعتمد عليها الحوار؟ أبرز رأيك في هذا. ثم أيضا عليك أن تتحدث عن السرد الذي اعتمده كاتب هذه الرواية وتقنياته في هذا النص الروائي، وهذا من أهم ما يذكر ويعتمد عليه العمل الروائي. ولا تنسى أن تحلل عتبات الرواية وتبرز دلالاتها، وتربط دائما كل ما تقول بالسؤال الموكل لك الكتابة فيه، وتربطه بقضية هذه الرواية، ولا بد أن تهتم بإبراز رأيك دوما. أما عن السرد وأنواعه أعزائي، فالسرد المتسلسل يكون فيه الحكي متدرجا، أي يتم تقديم الأحداث حسب السبق الزمني. أما السرد المتقطع ويقدم في الحكي بعيدا عن احترام التسلسل المنطقي لوقوع الأحداث، فقد يبدأ القاص بآخر حدث ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن حدث وقع في البداية، وذلك باعتماد آليات الاسترجاع والحذف وغيرها. وهو في الحقيقة من أنواع السرد التي مالت لها الرواية الأكثر حداثة. أما عن السارد فيتحدد هذا المكون من خلال الإجابة عن السؤال من يسرد الحكاية، وتتميز القصة غالبا بتوظيفها لمنظورين أساسيين وكذلك الرواية، هما ضمير المتكلم، وذلك خلال سارد حاضر في النص، يكون السارد شخصية تشارك باقي الشخصيات وهو السارد المشارك، أو قد تعتمد ضمير الغائب بواسطة سارد غائب عن الحكاية، أدركت أن ما سمعته البارحة كله كان صدقا، فالسارد موجود خارج الحكاية لكنه غير مشارك. وقد يعتمد السرد بضمير المخاطب، يوجه الخطاب إلى المخاطب على امتداد النص. أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.